الحين علشان نعمل القبة هذه نفس الطريقة، عندنا هم سلندر أو سفير ممكن نسوي بالطريقة هذه. ممكن ناخذ سلندر هني، ممكن نقول هني الكابس 10 مثلا، وهني نخلي الراوند كاب 1 عشان يسوي لنا دائري. بس نقدر نشيل كنترول مع هذا يشيلهم. عندنا هذا ممكن نسوي الاكستراكت، بس اول شيء نحطه هني. رحنا على التوب نضغط اف، تقريبا بالشكل هذا. الحين ناخذ الفيسز، رايت كليك فيسز، مسافة نقول مش اكستراكت، نعمل هيستوري وفريز وسنتر بوفيت، هاي الاثنين. الحين ممكن نحط لوب، نلقاها بالإديت مش، نسيرت ايج لوب، ممكن نحط هني مثلا نفس الشيء. ناخذ الفيسز، ممكن يعني فيسز مع شيفت، اوكي نقول اكسترود، قلت مش اكسترود، ممكن نودي للداخل. الحين عندنا هذا اللي مثلا نقول الشبابيك، نقدر نقول له اكستراكت، الحين صار عندنا شبابيك هذي. الحين عملنا كذي كنترول مع هذا، راح يصير تشير بس على اللي داخل. نقدر نسوي لهم جروب كومباين هيستوري فريز سنتر بوفيت، ممكن رايت كليك نعطي ماتيريال خلي يكون فونك مثلا، نعطي ترانسبيرنسي، راح يصير لنا كذي بالشكل هذا. هذا الحين نعطي لون، مثلا بالشكل هذا. نقدر ناخذ هذا نفسه نعمل له دوبليكيت، نحطه فوق. إذا نبي أكثر دقة نجي على التوب نحطه بالسنتر. الحين نفس الشيء نقدر هذيلا كلهم مثلا نرفعهم شوي،
نحط هني لو إذا نبي. ناخذ الفيسز، عندنا مثلا إذا نعطيه نفس اللون هذا، نشوف هذا اللون شنو material attribute. الحين لو نلاحظ هني فضل انك تسمي الماتيريال مثلا هذا جرين. اوكي الحين هذا ممكن faces right click assign existing material green، هذا الجرين خلاص اعطانا نفس اللون اللي فوق. اوكي نقدر نسوي الاكستراكت او نسوي بهالطريقة هذي، اكستراكت افضل طبعا. الحين اذا نبي نعمل هذيلة نفس الطريقة، خلينا اول شي نفتح هذا الفيرتكس رايت كليك فيرتكس نصعد شوي